السلام عليكم. إلا كنت مغربي عايش في المغرب ما بين 2012 و 2013 فركن واحد الاحتمال لا بأس به أنك تكون صدقتي درهم ولا خمسة دراهم على واحد دابا مليونير واللي عنده واحد القصة خيالية بغيت نعاودها لكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو درته حيت كان واحد الماتش في المصارعة ديال الام ام اي المصارعة المختلطة بالضبط في اليو اف سي غادي تلعب عما قريب ما بين فرانسيس نغانو وسيريل غان، وهذا الماتش هذا عنده قصة خيالية. يقدر شحال واحد يكون متفق انه هذا النوع من الرياضه عنيف جدا وشحال واحد ما يبغيش يتفرج فيه، ولكن في الحقيقه لي زيستوار ديال اللعابه ديال لي زاتليت ديال هذه الرياضه هما اللي كيخليوها اكثر شوقا وكتبغي انا شخصيا نتفرج فيها. وليستوار ديال اليوم ديال فرانسيس نغانو بطل العالم بطل اليو اف سي بطل الوزن الثقيل في هذه الرياضه اللي عنده اقصى ضربه في العالم حاليا. كل مره كنكون يائس كنجبد وكنتفرج في فيديوهات ديال فرانسيس نغانو كيعاود على قصته وتنقول فعلا فعلا المشاكل ديالي تافهين قدام هادشي، وكنعاود نتحمس وبغيت نبارطاجيها معكم باش تحسوا نفس الاحساس اللي حسيت. فرانسيس نغانو تزاد في الكاميرون في واحد الفيلاج فقير جدا على 6 سنين، باه ومو تطلقوا، باه كان انسان عنيف وكيضارب ديما في الزناقي، امه كانت مراه لا حول لها ولا قوه. ملي تطلقوا فرانسيس تشرد، بقى كيدور ما بين عائلته وكذا، وفي الاخير لقى راسو عند جداه، لقى راسو عند جداه مع دراري اخرين صغار وغير مقبول، ما مقابلينوش لانه دخيل بالنسبه لهم. قرايه كان كيقرا بزز، ما عنده تريال، ما عنده باش ياكل، المدرسه بعيده عليه بشي ساعتين ديال الطريق، كيبقى يضرب الطريق كامله كيوصل للمدرسه، ما عنده لا كتوبه، ما عنده لا دفتر، ما عنده والو، كلشي محتقر وكيبان ليه دخيل، لا في العائله لا في المدرسه. في المدرسة حيت فقير ما كيعطي حتى شي حاجة للدراري، حتى واحد ما كيتسوق ليه باش يعيش. فرانسيس نغانو كان كيضطر اضطرارا في داك لاج انه يخدم. فاش كان كيخدم في التحوفير، كان كيخدم في واحد المقالع الرمال، ضرايب تمارة تمارة مع ناس كبر منه في لاج، ووقتاش كان كيخدم في الويكاند والوقيته ديال العطل. ملي كندوي على هذا النوع ديال الخدمة في الكاميرون، والكاميرون فيها جو استوائي، يعني ديما الشتا والحرارة، صعيبة بزاف هذا النوع من الخدمة وماشي أي واحد كيديرها. كان كيقرا وكيخدم في هذا الجو الصعب. في صغره واحد النهار شاف عند باه تصويره ديال الرومبو، كيبان ندير بطل، ويقول هادشي اللي بغيت ندير، بغيت نولي بحال رومبو. وكان عزيز عليه يتفرج في الافلام ديال فان دام وداكشي، كيبان له ديك الشخصيه قويه. ولكن في الجانب الثاني كان كيشوف باه اللي كان انسان عنيف وكان ديما كيضرب في الزناقي، ما كانش بغى يكون بحال باه، انسان عنيف وسمعته خيبه، ولكن بغى يكون قوي بحال رومبو ويكون بطل. تما بدات كتكون عنده الفكره ديال انه يكون بطل في البوكس، ولكن عنده كيدير السيد يلاه كيخدم في هذا الشيء ديال التحوفير وكيعيش بز. فلاش ديال 17 عام قرر انه يحبس القرايه ومشى للعاصمه ديال الكاميرون، تما قال فين غادي نلقى الحلم ديالي وغادي نبدا ندير البوكس وكذا. اشنو بدا كيدير؟ بدا كيخدم طاكسي ديال المطر، ولا تبعتو كاس افريقيا دابا اللي كاينه في الكاميرون، راه بزاف لي زانفلونسور تما تيركبوا طاكسيات ديال المطر. كان فرانسيس نغانو واحد من هادو، شرا موطور وبدا خدام كيتقاتل باش يحقق الحلم ديالو انه يولي يدير البوكس. فلاش ديال 22 عام تما فين غادي يبدا اول مره يبدا البوكس في كاميرون. كاميرون ما فيهاش حتى شي بطل واعر في البوكس، كلشي الناس اللي واعرين في البوكس تما محشر عليهم، يعني ما كاين حتى شي اكزومبل، هو غا باغي يولي يدير البوكس وصافي. ملي بدا كيدير البوكس في كاميرون كلشي الناس اللي كيتقولوا انت اش كتخربق، اش كتخربق، ثقيل بزاف وكيفرش خو دغيا، واخا صحيح ومقدر بسبب داك التحوفير، ولكن التكنيك مو فاشل. وكلشي كان كيفشلو، كلشي كان كيفشلو، تيقول لي شاش غادي دير كاع، اش ما غادي دير تولي بوكسور، كاميرون ما فيها حتى شي واحد بوكسور، ما كاين عندك حتى شي امل وانت كبير فلاج. كلشي كيفشلو، ما عجبوش الحال، ما عجبوش داك الجو البائس، داك الجو ديال النيجاتيفيتي، لا في الفيلاج عنده لا في العاصمه، في الفيلاج كان حرام عليك تحلم اصاحبي، كان كيقول انه صعيب عليك انك تكون عندك حلم. علاش تحلم؟ لانك غادي تكرفس، الا حلمتي بشي حاجه ما عمرك غتوصل لها، وغتبقى ديما مكرفس في داك الحلم ديالك. اللهم عيش بحالك بحال الناس، كول وشرب ضرب تماره وصافي. هادشي اللي ما كانش باغي فرانسيس نغانو، لانه كان كيشوف من بعد شنو غيدير، غادي يتزوج وغادي يولد وغادي يولد الدري حتى هو بحالو، غادي يتكرفس، ما باغيش يكرفس مع شي حد اخر. فقال والله ما نعيش هاد المعيشه، سيرتو ملي باه مرض ومات موته خايبه، فبقى كيشوف مو حتى هي غادي طرا ليها نفس الحاجه، فبغى يعتق مو بغى يعتق. فاش كان كيقرا كيقول واش نولي كونطابل ولا محامي، وحتى شي حاجه ما كان يقدر يوصل ليها مع داك النيفو ديال القرايه وداك التكرفيس اللي كان عايش. من بعد ما باع الموتور ديالو لاموه الناس حين تباعه، وبدا يدير البوكس ولاموه الناس حين كيدير البوكس، فشل وقال هاد الارض ماشي هي ديالي،
خاصني نعوج نلقى فرصة أخرى في بلاد أخرى، وقرر يمشي للأوروب يحرق. قبل لا يحرق مشى 3 أيام للفيراج ديالو، بقى كيتأمل في الفيراج ديالو، بقى كيشوف أمه، بقى كيشوف أخته، بقى كيعيش ديك اللحظات ديك 3 سيمان كأنه غادي يموت. وفرص الموت ديالو في ديك الحرقة كانت كبيرة، لأنه كان عارف غادي يضرب طريق خايبة، طريق من الكاميرون طالع نيجيريا وانت دايز على الصحراء، داك الشيء مكرفس باش يمشي للورو. عطى الفلوس لختو خلاهم ليها من بعد ما جمعوا وباع داك الموطور ديالو، وهز غير شوية الفلوس وشد الطريق. من الكاميرون طلع نيجيريا لافير ساهلة، ما بين الكاميرون والنيجيريا ما كاينش كاع الفيزا، ولكن من نيجيريا للنيجر لافير صعيبة. كاينين تما البوليس ديال الحدود وخاصك فيزا، ما عندوش شي ميثود باش غادي يسلت من نيجيريا للنيجر الا شدو شي بوليسي واش لعيبه. كان معول ارشي الناس، تيقول انه الا مشات تشدك شي مسؤول بوليسي في الحدود كيفايك، كياخذ لك كلشي اللي عندك، اللي كان عندك شي فلوس اي حاجه كياخذ عندك. حنت اصلا جاي حارق من نيجيريا للنيجر، يعني شدك دريك الفيزا ديال كامل ما عندك ما دير، وكيخليك تما صافي ما عندك ما دير. اشنو دار فرانسيس نغانو؟ شد الفلوس ديالو خشاهم في بلاستيكه وكلاهم باش يدوز الحدود، باش من بعد ملي يكون امن يخرجهم. وراه باين كيفاش بلا ما نزيد نشرح. اصعب طريق هي اللي كتسنى دابا فرانسيس نغانو، من النيجر حتى المغرب، خاصو يدوز على الصحراء الشرقيه كامل، تما تيعاود باللي كانت الطريق صعيبه وخطيره بزاف. علاش؟ كانوا 25 حراك خاصهم يركبوا في واحد البيكوب اللي هي اصلا تقلع وغتبقى غادي وسط الصحراء، وممنوع عليهم يهزوا حتى شي باجاج، حتى الماء، الماء كانوا يهزوا غير شويه وغادي يقطعوا به الصحراء كامله. صاد صاد، والعسكر ديال الجزائر حاضي الا شد شي واحد ما يزقلوش، وعاد باش قطع الطرق والمنظمات الارهابيه شادين دوك البلايص. الا مشى تطيح فيك شي حد اولا خسرت لك الطوموبيله في الطريق، الفرص باش تعيش قلال. كندوي لكم على الصحراء، الصحراء وتما راه الحراره كتوصل بعض الخطرات حتى 60 درجه. فعلا تمارة اللي ضرب فرانسيس نغانو حتى وصل للمغرب. اخيرا وصل للمغرب وطلع للشمال، بقى في جويه مليليا كيتربص كيفاش يحرق السبليون. شحال بقى؟ 12 شهر هو كان عايش في الغابه، تياكل كيصيدها من الغابه، كيمشي ياكل ماكله الزبل، كيطلب بعض الخطرات خاصو ما يبانش للبوليس حيت الا شدوه مشى كيحاول يطلب فروجات مره. راكم نتوما عارفين راكم مغاربه بحالي بحال ما كتشوفوا شنو كاين. وتيقول واحد الملاحظه باللي هو وسط من هذوك الحراقه ما كانش اميتي وكذا، كان انديفيديوال، كل واحد كيشوف راسو يا راسو. يعني ما عندكش شر لحظه فاش تكون صداقات زعما كبيره، يعني تجي هربه غادي يمشي كل واحد راسي. كيفاش كنت كيطرا بلان؟ الا مشاو تشدوك البوليس ديال المغرب راه كيردوك حتى للصحراء، لانه اشنو؟ ما كيلقاو عندك لا ورقه لا جوج، والقانون الدولي هما ما عارفينكش من بلاد، فما عندهم ما يديروا لك، كيردوك للصحراء وكتعاود من الاول. فرانسيس نغانو اشنو كان كيدير؟ كان كيتخبى في الغابه وكيحاول يحرق. من غادي يحرق؟ من مليليا. وراه اعتقد انتم شفتوا سيرتو مع الاحداث الاخرى اللي وقعوا للمغرب واسبانيا، كيفاش دايرين الصور وداك الشيء بالاشواك من اول. وكان خاصو يقطع من تما المليليا، ومن مليليا ياخذ الباطو ويضرب للسبليون. كان دائما كيلقى كيتحيز الفرصه وكيضرب وكيطلع فوق دوك الشو وكيتجرح كله، وما عروينه يقدر يمشي ليها عين، يقدر يمشي، كيقولك مازال عنده لي طراس ديال داك الشيء. كيوصل حتى لمليليا وخاصو يقطع البحر. باش كانوا كيقطعوا البحر صحابك يلاه شي يخت ولا باطو او واحد الشومبرير محشر ما فيه لا موتور لا والو، كيضطروا يدرعوا بيديهم حتى يوصلوا للسبليون. راه ماشي بحال سنت الطريق خفيفه، راه مليليا الطريق طول. وتخيلوا معايا كل مره كان كيوصل حتى تما كان كيتشد، وكانوا كيرجعوه حتى للصحراء وكيعاود عاوتاني من الاول. شحال من خطره طرات لي هذه العمليه؟ طرات لي 6 ديال الخطرات، 6 ديال الخطرات. هو كيوصل للميليا كيتخبى في الغابه وياكل الزبل، اللي وصل تما يدرع بيديه يشدوه يرجعوه حتى للصحراء. ما يمكنش بزاف. وخونا بقاتل باغي يوصل في عمره تقريبا 27 عام، ولات كتبان ليه الحياه كحله، غير يموت ما كاينش مشكل، ما بغاش يرجع للكاميرون. هادشي علاش بقى كيحاول يحاول. وفي المره السابعه غادي يوصل حتى للسبليون، والصليب الاحمر غادي يشدوه وغادي يديوه للسبليون. بما انه ما عنده لا ورقه لا جوج، ما معروف الاصل ديالو منين لا فين، ما لقاو ما يديروا معاه السبليون، حبسوه شهرين وطلقوه. وملي تطلق ولا في الاوروب بداو كيرجعوا ليه الاحلام ديالو، بدا كيولي بشر، قال صافي قريب نحقق الحلم ديالو ونولي بطل في البوكس. مشى لفرنسا، فرنسا كان كيعيش متشرد
متشرد كيعيش في العباد الباركينغ عند الجمعيات كياكل اللي كان وما كانش عنده مشكل حيت دوز مخيب دوز مخيب كيبان لي داكشي الجنه شحال واحد كيشوف فيه كيبقى فيه ظرف وصعيب تيقول لي لا 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 ما نبقاش فيك انا بخير انا بخير في ديك الوقيته ما كانش ممكن لفرانسيس نغانو يخدم لانه ما عنده لا ورقه لا جوج انتيردي فما بقى عنده ما يدير غادي يعيش مع الناس بحالو في هاد الجمعيات ولكن هو ما دارش هوك مشى كيعيش بوحدو متشرد في لي باركينغ علاش لانه ملي عاش مع الناس بحالو في هاد الجمعيات اكتشف انه الافكار ديالهم نيجاتيف وما عندهمش احلام باغين غير ياكلوا ويشربوا وهو ما كانش بحال ماك مشى كيعيش راسو وبدا كيقلب على فين يبدا يتريني ما عرفتش كيفاش دير السيستم فرنسا ولكن لقى واحد لاصال كيترني فيه من اثنين حتى الجمعه وهما كيدبروا عليه بواحد 50 اورو تقريبا باش يقدر يعيش وداك الشيء كيدير كيتريني داك البوكس كان ثقيل 27 عام با كبير فلاج والسبت والحد كيمشي للباركينغ ديال ديك اللاجئ مره وتما فاش بدا في هذيك لاصال اول مره قال لي واحد من الاصدقاء من الاحسن دير الام ام اي ما ديرش البوكس ام ام اي هي المصارعه المختلطه يعني فيها كلشي لي ديسيبلين بوكس كاراتيه جيجوتسو اي حاجه مهم تربح طبعا حتى هي عندها قوانين ماشي غير الضريب وكذاك هو ما كانش فاهم اشنا هاد الام ام اي قال لي اشنا هاد الام ام اي انا بوكس انا باغي نولي بحال مايك تايزن وفاش كان في المغرب محبوس في الغابه كان مره كيدبر في التليفون عند شي واحد صاحبه كيبدا يتفرج في الكومبات ديال مايك تايزن وعينيه تيغرغروا تيقول كيفاش هاد الانسان شحال واعر بغيت تكون بحاله كان مايك تايزن القدوه ديالو من بعد غيتلاقى مع واحد الصاد كاميروني بحاله سميتو فرناند لوبيز وهاد الصاد هذا كان مدرب في واحد لاصال تما في فرنسا وهاد المدرب بان ليه فرانسيس نغانو مريقل وبان ليه غادي يكون مريقل في الام ام اي هو يستقبلو وحل ليه لاصال وقال ليه عندك لاصال 7 جوغ سيغ 7 بات عيش هنايا ودبر عليه بالعاقه وتهلا فيه وترينا به وبقى كيتريني به الام ام اي فرانسيس نغانو بالنسبه ليه هو باغي يكون ندير البوكس قال ليه الام ام اي قال ليه زيد نديرو هاد الام ام اي نتعلمو شويه ما قالش لا علاش لا اش خاسر ويقول ليه راه كاينه واحد الكومبيتيسيون ديال الام ام اي في فرنسا قال لي نشارك ملي شارك الماتش الاول لعبوا ربحوا وديما في دماغو فرانسيس قالوا غادي ندير البوكس هذا عادي اديز الماتش الثاني خسر وهنا فرانسيس نغانو ما حملهاش كيفاش هاد الرياضه واش تغلبني انا ضربت تماره كامله ونجي نخسر في ماتش الام ام اي تما كبرت لي فراسو وقال هاد الام ام اي براسه غادي نربح فيها وبدا يتريني من نيتو وركز عليها وفي الماتش الثالث ربح وهنا ربح 2000 اورو تخيل معايا واحد كان كيطلب فروجات درهم بزز خدا 2000 اورو في دقه اتصل بمو بختو قال لي غادي نصيفط لكم فلوس راه دبرت في 2000 اورو وكان كيصيفط لمو الفلوس ومو ما كانش كتخسر الفلوس ما كانش كتخسرهم لان كتقول هادشي غير حل ما غادي تدوز بؤس كانت عايشه في بؤس خيب وبقى مركز على الام ام اي حتى سالا 5 الماتشات خاسر فيهم ماتش واحد من بعد مده وهاد فرناند لوبيز كيتريني بيه غادي سيني كونطرا مع اليو اف سي وباش تفهموا اليو اف سي هي اكبر منظمه حاليا في الارض ديال الام ام ديال المصارعه المختلطه يعني اللي كنتي بطل في اليو اف سي راك بطل في العالم كامل وداك الشيء اللي بدا فرانسيس نغانو عنده واحد ليد خارقه اكثر ايد خارقه مرت في التاريخ ديال 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 الرياضات الحربيه خارقه كيضرب بها شي واحد كيزعزع عليه المورال نقطه القوه عنده فرانسيس نغانو في الضرب ديالو هي هذيك اليد ملي يدخل اليو اف سي ما كان حتى شي واحد كيقدر يدوز معاه جوج ديال لي راوند كاملين ديما سوا الراوند الاول سوا الراوند الثاني كاو كيجيبو كاو وهنا الصات بدا يتشهر هنا بدا يدخل العاقه شويه هو يولي بخير عليه ربح الماتش الاول الثاني الثالث الرابع حتى غادي يطيح مع الماتش فينال ديال البطوله ديال البطل العالم ضد من ضد ستيبي ميوتشيتش وهذا الصاد كان خطير ملي وصل هذا الماتش هذا فرانسيس نغانو ديجا تشهر في العالم ولا معروف فاشنو دار بدل لاصال ديالو من عند فرناندو لوبيز اللي كانت في فرنسا ولا كيتريني في لاس فيغاس ولكن باقي المدرب ديالو فرناندو لوبيز مع التيم ديال المدربين اللي كيترينيو به وبقى هكذا كيتقاتلوا حتى وصلوا للبطوله ملي وصلوا للبطوله طرا واحد الخلاف بين فرانسيس نغانو وفرناندو لوبيز السيد اللي خرجوا من التشرد الخلاف اللي وقع بيناتهم تقني فرناندو لوبيز كيقول لي شوف مع هذا البطل خاصك تبقى رد البال ما تهجمش عليه ما تضربوش الكاو بحال الاخرين راه غادي يسخفك راه غادي يسخسخك وغادي تخسر وهو كان متبع الهضره ديال الناس دلاس فيغاس امريكان تيقول لي ضرب في دقه وفرناندو لوبيز كيقول لي لا رد البال
وبقى بحال ما وكذاك ما تبعش الخطه ديال المدرب ديالو. هادشي اللي استغلوا سي بي ميوتشيش البطل العالم بشكل خطير. ترى شد ليا داك فرانسيس نغانو بقى كيعذب فيه. الجوله الثالثه الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو هذا تيبان لكم باللي فرانسيس كيلهت وما قدرش يكمل. اصلا هو ماتشات ديالو كامل في الجوله الاولى كيسالي ولا في الثانيه، يعني غريب عليه انه يكمل خمسه الجولات. وهذاك الشيء اللي كان خسر فرانسيس نغانو ثاني ماتش في المسيره ديالو من بعد الماتش الاولاني في فرنسا، وتما جاو انتقادات لاذعه للمدرب ديالو. مدرب ما حملش راسو، كيفاش ما يسمعش ليا الهضره وانا قلت ليه شنو يدير وكذا، وتخاصم هو فرانسيس نغانو وما بقاش المدرب ديالو. في الماتش الثاني من ورا سي بي ميوتشيتش غادي يلعب فرانسيس نغانو رد البال، غادي يلعب مع واحد سميتو ديريك لويس، بقى خايف من الخساره ديالو ويعاود يطرى لي داك السيناريو اللي وقع في الماتش اللي قبل، وفعلا بسبب الخلعه ديالو خسر هذا الماتش. والماتش كان ممل، جوج خسارات متتابعين. تما فرانسيس نغانو فاقد هذا الفيلم هذا وبدا كيبدل في الاستراتيجي ديالو وبدا كيتعلم مهارات اخرين، لانه ماشي غير البوكس هذا الشيء، راه خاصك مهارات ديال الجيجيتسو، مهارات التايكواندو، شي روينات اخرين، يلا بدا كيتعلم لهم عاوتاني. وكان معاه في الستاف واحد الصاد سميتو كامارو عثمان، وهذا كامارو عثمان اصلا بطل العالم في الوزن ديالو حاليا في اليو اف سي، كيعطيه القوالب وبطل عالم خطير زعما، راه مازال ما خسر حتى شي خطره. وبدا كيرجع فرانسيس نغانو الرباحات ديالو بالطريقه ديالته، ما كاين غير الكاو في الجوله الاولى والثانيه. حتى واحد الماتش ديالو دوز مع اليستر اوفرين، ما عرفتش هذا الماتش واش كان مع فرناندو لوبيز ولا من بعد، ولكن راه واحد الضربه ضرب هذاك اليستر اوفرين وبدا يغاد اليستر اوفرين، راه كان يلعب مع بدر هاري وخسر بالكاو، ولكن دابا جا اليو اف سي وطاح مع فرانسيس نغانو، ترشرشم ليه فمه ليترالمو زعما فرشخو. ما نبغيش نوريكم التصويره انا حيت عنيفه جدا. وبدا كيرجع عاوتاني سلسله الانتصارات ديالو، وغادي يعاود يتقام ماتش اخر ديال الانتقام ديالو مع سي بي ميوتيتش. انا هاد الماتش تفرج فيه مباشره. تما فرانسيس نغانو بان بطريقه اخرى، ديك الدفاعيه ديالو ما بقاتش، ولا كيخدم دماغه مزيان واستعمل تكنيك اخرين من غير البوكس، استعمل تكنيك اخرين جداد عليه وربح الماتش في الجوله الثانيه بالكاو. ولكن هنا في القصه غتبدا، المدرب ديالو ما حملش البلان اللي وقع عليه مع فرانسيس نغانو. اشنو مشى دار؟ مشى كيطلع لعاب اخر، وهذا لعاب اخر سميتو سيريل غان. هذا لعاب فرنساوي كبير ثقيل صحيح وكبير، وفي واحد الميزه انه خفيف بحال كيلعب الوزن الخفيف، وهذا الشيء اللي غريب على الوزن الثقيل. الوزن الثقيل تيكونوا الناس ثقال، وهو هذا سيريل غان خفيف اون ميم طون مفرشيخ. حتى هو بدخل اليو اف سي وما كاين الرباح الرباح الرباح، حتى هو جاب شي نافس على البطوله. ولكن فرانسيس نغانو ديك الوقيته كانوا عنده مازال ما تنيغوسياش مع دانا وايت المنظم ديال اليو اف سي. اشنو دار دانا وايت؟ مشى صاوب واحد الحزام مؤقت غيتنافس عليه داك ديريك لويس اللي كان فرشخ فرانسيس نغانو، وهاد سيريل غان الفرنساوي اللي يلاه طلعو فرناندو لوبيز. غيدوز الماتش وغادي يربح سيريل غان، وغادي ياخذ الحزام المؤقت ديال نفس الوزن اللي فيه فرانسيس نغانو. وهاد الماتش اللي غادي تلعب هاد السبت غادي تلعب مع سيريل غان ضد فرانسيس نغانو، المدرب القديم اللي آوى فرانسيس نغانو من التشرد، وفرانسيس نغانو ضد هاد اللاعب الجديد اللي خفيف. والماتش غادي يكون قنبولة، الاستوار ديالو كتخليك تبغي تتفرج فيه. واهم هادشي هي الاستوار ديال فرانسيس نغانو اللي خرج من هاد الازمه وخرج من هاد ما يمكنش تكون شي واحد صعيب شي واحد يعيش نفس الظروف القاسيه اللي عاش. ملي كتسمعو كيدوي فعلا فعلا تيانسبيريك، كتسمعو كيدوي كيقول باللي هو كيلاحظ ملي كيمشي مره مره للفيلاج، دابا ولا بطل قومي بعدا في الكاميرون سيرتو في الفيلاج ديالو، ولا بطل قومي كيمشي مازال كيدي مع الحزام ديالو كيعيش مع الناس كيضرب مازال الرمله باش يتذكر، وكيمشي للفيلاج ديالو وكان كيلاحظ واحد الملاحظه. قالك في الفيلاج ديالي كل مره نعاود نرجع كاين جوج انواع الناس، كاين الناس اللي عندهم حلم وكاين الناس اللي ما عندهمش حلم. في كل مره كنرجع للفيلاج ديالي تيبانوا لي واحد الناس تطوروا، هذوك الناس اللي تطوروا من الحال ديالهم هما ناس اللي كان عندهم حلم. اما الناس اللي ما عندهمش حلم باغيين غير يعيشوا وياكلوا ويشربوا كيبقاو نائما دائما في نفس النقطة وما كيافونسيوش وكيبقاو دائما في المعاناة. كيقول باللي كان عنده الزهر، كان عنده الزهر ان كان عنده حلم، وهذاك الحلم واخا كيبان لينا حنايا صغير ولا ما عجبناش، ولكن سبابه قدر يخرج واحد المعاناة خيالية ويولي بطل العالم في اليو اف سي. وهذا الشيء كامل راه مازال ما حققش الحلم ديالو واللي هو يكون بطل في البوكس، وحاليا راه كيتناقر هو وتايزن فيوري اللي بطل العالم في الوزن الثقيل في البوكس. وانا متيقن انه واحد النهار فرانسيس نغانو غادي يوصل للحلم ديالو.
6 years ago, I was in Morocco, yeah, trying to find my way to go to Europe, because that's always been my dream, to get somewhere that I can have opportunity. And out there, you know, it was just like immigrating. So we was illegal, you know, like those. إلا عجبوكم بحال هاد القصص اللي كنعاود، ما تردوش تقولوها ليا في كومونتير، تخليو جيم، تبارطاجيو، وتابعوني عندي في انستغرام، لأن غادي نرياجي وغادي نبقى سهران بالليل باش نتفرج في هاد الماتش ونرياجي عليه. تهلا.